الدوري الانجليزي الموسم ده بادئ كالعاده، يعني مش سر، يعني هو بادئ سخن من اول ما الحكم صفر في اول مباراه، هو دوري سخن. بس اكلمك تحديدا على ليفربول عشان محمد صلاح وارسنال، ان شايف مين فيهم اكتر فريق يقدر ينافس مانشستر سيتي السنه دي على الدوري؟ خلاص مانشستر عارفين ان هو هينافس. مانشستر سيتي طبعا ده بعد يعني بيب جوارديولا يعني والاداء اللي بيعمله، احسن مدرب في العالم وعنده فرقه قويه جدا، فده اكيد هيبقى دي في حته ثانيه لوحده. لكن خلينا نتكلم ارسنال اكيد هيأدي موسم قوي جدا، وده الدليل على ان الموسم اللي فات كان ارسنال متربع على القمه لفتره كبيره جدا، لكن في النهايه مانشستر سيتي قدر ان هو يحسم البريمير ليج. ليفربول كان موسم بالنسبه له، يعني بكلام الصحف الانجليزيه بكلام جماهير ليفربول، كان موسم كارثي بالنسبه للواقع يعني لليفربول. فاكيد ليفربول هيبقى عايز يعوض الموسم اللي فات، وخصوصا يورجن كلوب والجهاز اللي معاه واللعيبه، فاكيد بالانتدابات اللي عملها ليفربول فاكيد عايز يعمل موسم قوي، وخصوصا ان هو كمان مش هيشارك في الشامبيونز ليج الموسم ده. لكن ارسنال مشاركته في الشامبيونز ليج، اللعيبه اللي جت وعلى راسهم ديكلان رايس من النجم الانجليزي من ويست هام، فدي في حد ذاتها هتفرق كتير جدا وهتأثر تأثير إيجابي على أرسنال. لكن أنا شايف إن الدوري الإنجليزي السنة دي بادئ بداية قوية جدا، وفي إحنا زي ما تفضلت وقلت كريم إن فعلا كل في البريمير ليج كل الأندية أكيد كلها يعني أندية قوية، لأن وجودك في البريمير ليج. لكن بتشوف دلوقتي إحنا في الموسم الرابع في الأسبوع الرابع، وشايف يعني فريق بحجم برايتون بيأدي أداء رائع، ويست هام فأنت شايف كتير، نيوكاسل كان الموسم اللي فات نيوكاسل السنة دي مش كويس، لكن بادئ لغاية دلوقتي مش كده، مع إن إيدي هاو يعني حقق طفرة معاهم الموسم قبل الماضي، كان خلاص نيوكاسل ريليجيت للشامبيونشيب، فجي إيدي هاو غير قعدهم في البريمير ليج الموسم اللي فات، مخلص في التوب فور بيشارك في الشامبيونز ليج. لكن الاربع لكن البريمير ليج برضو نقطه ان انت ما تقدرش تحسم من دلوقتي، لسه احنا في الاسبوع الرابع، ما تعرفش البريمير ليج دايما لغايه النهايه ما تعرفش مين اللي هياخده، وما تعرفش مين اللي هينزل للشامبيونشيب. لكن بصرف النظر عن مانشستر سيتي ده حاله استثنائيه لوحده، فهنشوف اللي هيحصل. ايه رايك في توتنهام السنه دي؟ والله توتنهام الموسم اللي فات ما كانش بالقوة اللي معروف عنه توتنهام، الحالة اللي كانت ما بين هاري كين وسونج ما كانتش مش زي كل المواسم اللي فاتت. طبعا لا يغفل على حد انتقال هاري كين من توتنهام لبايرن ميونخ، ده هيأثر تأثير سلبي على، لكن لغاية دلوقتي توتنهام يعتبر بادئ بداية قوية هيلة. لكن بادئ بداية قوية، لكن برضو الفرق الكبيرة دي لازم يبقى على المدى الطويل، فاحنا هنشوف دلوقتي، احنا لسه في الأسبوع الرابع. تشيلسي الموسم كارثي بالنسبة له السنة اللي فاتت، بتصرف النظر عن كل المصاريف اللي صرفتها في كل الماركاتو سواء الشتوي أو الصيفي، لكن برضو بادئ بداية سيئة. لكن كل في البريمير ليج الناس بتتكلم على تشيلسي ان هو صرف كتير السنه دي، بس هو صرف كتير بس في نفس الوقت باع كتير وكسب كتير. باع كتير، لكن هو موضوع ان هو باع كتير ولا كسب ولا خسر، دي تتكلم على الموسم اللي فات، لان الموسم اللي فات يعني صرف مصاريف كتيره جدا 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 جدا، وفي الاخر ما حصلش على اي حاجه. نص مليار استرليني بالظبط في كل ماركاته، كان صرف مصاريف كبيره جدا. لكن هنشوف ايه، لكن البريمير ليج حلاوته ان هو بيبان على المدى الطويل، لان ممكن تشوف فرقه زي برايتون احنا بنتكلم في الاسبوع الرابع دلوقتي اداء رائع، واستهام اداء رائع، لكن هنشوف على المدى الطويل اللي هيحصل.